نجحت الوساطة اليوغندية السودانية في حمل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق رياك مشار على تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لمئة يوم بعد المهلة المحددة للتشكيل في 12 نوفمبر، تشكيل كانت قد أصرت عليه الحكومة ورفضته حركة مشار بحجة عدم اكتمال بعض المطلوبات. وافق الاجتماع على تمديد الفترة الانتقالية لمدة 100 يوم أخرى تبدأ من 12 نوفمبر الجاري، حيث يتم مراجعة التقدم الذي أحرز بعد 50 يوما من ذاك التاريخ، ومن ثم تقديم تقرير للرؤساء والأطراف. أيضا وافقت الأطراف على تشكيل آلية من الضامنين والأطراف للإشراف على تنفيذ المهام الملحة. أبرز القضايا العالقة بين الحكومة في جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة ملف الترتيبات الأمنية ونظام الحكم، بالإضافة إلى عدد الولايات في الدولة، قضايا لم تحسم على مدى عام وقد لا تفي المهلة الإضافية لحسمها. أعتقد أن هذه المهلة هي غير كافية لتشكيل حكومة في دولة جنوب السودان في ظل الظروف الحالية، خاصة وأن هنالك مخاوف أيضا من قبل المتمردين بعدم الإيفاء بالالتزامات والاتفاق الذي تم بين الطرفين في أديس أبابا. بجانب القضايا العالقة بين الحكومة والمتمردين، يقف التمويل عائقا كبيرا أمام تنفيذ الملفات، إذ أن المجتمع الدولي تحرك للضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق السلام وأبطأ الحراك عند التنفيذ، إبطاء يجعل العملية السلمية مهددة بالانهيار في الدولة الوليدة التي تعيش ظروفا اقتصادية سيئة. توقفت الحرب في دولة جنوب السودان ولم تتوقف مساعي السلام، مساعي وإن كانت متواصلة، إلا أنها تحتاج إلى دعم كبير من المجتمعين الإقليمي والدولي. لؤي عبد الرحمن، الإخبارية، الخرطوم.